بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة عاوز أكلمكم على القديس بطرس بس من زاوية معينة. القديس بطرس من الشخصيات الرائعة اللي تخلي الواحد بسهولة يعني يتقارب منه، لأنه أخطاءه واضحة، فده بيعزينا في أخطائنا وضعفاتنا. القديس بطرس مثل جميل للانتصار على حاجة اسمها إحساس الذنب. كلكم عارفين إن بطرس ده بالذات عمل عملة محدش عملها، وأي عملة كبيرة بتكسف بيعقبها دايما إحساس ذنب، وأحيانا يكون إحساس مزمن. يعني لما تغلط غلطة في واحد بتحبه ساعات تحس إنك مش طايق نفسك وإنك أنت زعلان من نفسك أوي. وطبعا الأصعب جدا إنك اللي غلطت فيه فجأة يمشي ويسيب الدنيا، وده اللي حصل مع المسيح. يعني بطرس غلط من هنا وبعدها بكام ساعة المسيح في نظره إيه؟ مات. فطبعا دي كانت مولعاه، لأنه يعني حتى قولت يدور يعتذر له مش عارف. فكان نفسيته محطمة جدا وصعبان عليه جدا من نفسه ومكسوف من روحه، وقوله زي ما تقوله بقى. وبعدين في واحد بيبقى عارف يجيب عذر لروحه، يعني غلط اصل ويبتدي يفسر. هنا بصراحة بطرس في غلطته صعب تلاقي له عذر. ليه؟ يوحنا اصغر منه اجدع 100 مرة. طب ما جريتش ليه زي اخواتك وسبته وخلاص عامل فيها جدع؟ طب دخلت، طب الجدعان للآخر، لكن قدام جارية تنكر وتلعن وتحلف وبعدين تعيد تاني وتالت، كانت حاجة تكسف بجد. زي واحد يكون غلط غلطة وبعدين وعد ربنا لا يمكن يغلط تاني وخدها جد، وبعدين وقع فيها نفس الغلطة وأسوأ من الأول، بيبقى مش طايق روحه. هنا بطرس اتكررت منه 3 مرات على مدى أقل يمكن من ساعتين نفس الغلطة، ويمكن بتزداد سوءا كل مادة. فكان يعني الليلة دي صعبة عليه جدا. ازاي يا ابونا بطرس، يا معلمنا بطرس، وقفت يوم الخمسين توعظ كأنك ملاك من السماء، وكأن ما عملتش حاجة وحشة، وكأنك يعني واثق من نفسك؟ جبتها منين الثقة بالنفس؟ ده الواحد يغلط غلطة قد كده تتهز ثقته بنفسه. خلونا نتعلم من مدرسة بطرس ازاي الواحد ينتصر على احساس الذنب، لانه اظنكم كلكم بتعدوا على الاحساس ده. طبعا ما فاقش بطرس غير على حكاية صياح الديك، وفي كنيسة في القدس اسمها كنيسة صياح الديك، الحتة اللي كان فيها بطرس ايه بينكر. وكرروا الاباء الرسل من كتر ما الموضوع علق معاهم، الانجيليين كلهم تقريبا ذكروا الحكاية، يعني يوحنا 18 وبعدين لوقا 22 فمتى جاب لنا موقف قبلها شوية، ان بطرس اللي كان مزود المشكلة كمان انه وعد المسيح لا يمكن ينكر. فعارفين بقى لما واحد يحلف ويعمل عكس اللي حلفه بالظبط، او يوعد ويعمل عكسه، بتبقى المشكلة مضاعفة. قال له ده انا اموت بكانك، تموت ايه ده انت اتكسفت من جري. فطبعا يعني يا ريتك ما اتكلمت، يعني لو قلت لك لعنت وحلفت، طب حتى ما كنتش قلت من الاول ده انا لا يمكن اعمل كده. دي زودت كمان احساس الذنب، انه يبقى الواحد واثق من نفسه انه مش هيغلط ويغلط ويكحلها خالص. يعني كمان قبلها بيوم على طول حصل موقف يزود احساس الذنب، ان المسيح اهتم به اهتمام شخصي وغسل له رجليه، وكان بطرس عاوز يعني بأدب يتمنع، المسيح أصر وقال له لو ما غسلتش رجليك مش هيبقى لك معايا نصيب. قال له طب اغسلني كل، بضحك كده يعني. إنما قال له لا خلاص كفاية الرجلين، اللي اغتسل قبل كده إشارة اللي بعد كده المعمودية، مش محتاج لغير لغسر الرجلين، لكن يعني غسل لك رجليك وكنت أقرب واحد ليه، وبعدين وعدت إنك ما تنكروش تقوم تنكره 3 مرات ومن غير ما حد يجي ناحيتك ولا يضربك ولا يمسك، يعني بصراحة ذنب مش سهل مهما كان، خطية مخجلة مخزية
وفي أقرب واحد ليه وواحد بيحبه قوي، فأكيد كل ده يخلي الواحد موجوع. وبعدين بطرس بطبيعته من الشخصيات اللي ايه مندفعة، كلكم عارفين يعني في لوقا 5 أول ما شافه وعمل له معجزة السمك اندفع في يعني في تعبير جميل يعني نم عن حب كده، قال له اخرج من سفينتي أنا راجل خاطئ. فقال له تشتغل معاه، قال له اشتغل معاه، إنما برضو كان فيها اندفاع كده وكأنه ما تعلمش. ما هو اخرج من سفينتي دي كلمة غلط، دي كلمة وحشة، إنما ربنا ما خدش عليها في الأول. اللي زود وغطى إنه بطرس المسيح بالذات قال له اسهر معايا، نام وجه عاتبه وقال له ما قدرتش تسهر معايا ساعة، فبعدها بساعة كان بينكره. يعني تحسه ايه غلطة مركبة كده، يعني كمان قبل ما يموت قال لي اقعد معايا، ما رضيتش اقعد معاه، ويوم ما سألوني عليه قلت ما اعرفش، ولما زودوا في الكلام لعنته وحلفته ولبخ. يا ساتر، فعلا تحسه غلطة من كل جانب. يبقى المسيح مغرقه حب قبلها ومكبره قوي، وهو لخبط آخر لخبطة. يجي بعد كده بقى البكاء المر اللي هو ايه احساس الذنب الفظيع. يقول خرج الى خارج وبكى بكاء مر. ساعات الدموع يا احبائي مش تكون دموع توبة، تكون دموع احساس ذنب. ده يفرق عن ده على فكرة، لانه التوبة انا بقول له ارحمني يا رب سامحني وماله، دي دايما معزية. البكاء المر غالبا مش معزي. ليه؟ بيبقى الواحد بيتحسر على روحه وعمال يضرب في روحه ويكربج نفسه، لكن مش بيقول ارحمني، مش مركز في انه بيقول له سامحني. لا، هو مركز ازاي اعمل كده ازاي، فبيبقى مش طايق روحه. من هنا بتيجي المرارة. دموع التوبة غالبا ما فيهاش مرارة، غالبا بيجي معاها تعزية، زي دموع المرأة اللي كانت بتبكي على رجلين المسيح. بسهولة المسيح قدرها وشجعها واذهبي بسلام وفرحت. اما دموع بطرس قبل القيامه كانت مره. مره ليه؟ مش متوقع خلاص انه هيقابله تاني، وعامل عامله سودة والمسيح مات، فطبعا مش طايق روحه. لكن ربنا يسوع بيعالج الواحد فينا وبيشجعه. تذكر بطرس كلام الرب كيف قال قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات، فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مر. كمان العملة أو الخطية أو الذنب يزيد الوجع بتاعه بقدر محبتك للشخص. ودي حتى يعني بتوع علماء النفس بيهتموا بيها. يقول لك دايما لما واحد مثلا أبوه يموت ولا أمه ولا أخوه ولا ابنه، إحساس الذنب يبقى عالي جدا. ليه؟ لأنه بيحبه قوي. فلأنه بيحبه قوي يشعر بتقصير مهما كان عمل، لازم ضميره ينقح عليه انت كان ممكن تعمل اكتر من كده. دي معروفة يعني في اي حالة فقدان شخص قريب. فبالنسبة لبطرس ده ما فيش اقرب من كده ولا احلى من كده ولا احن من كده، وكمان الموت صعبة قوي، فيعني احساس المرار كان عالي جدا. كمان المرارة مرتبطة بالاصرار على الغلط. يعني طب غلطت مرة لم الدور بقى، لكن مرة واثنين وثلاثة كانت ملخبطة قوي. كمان المرارة للأسف بتزيد لما يكون الواحد مستبعد قوي الغلط على روحه، اللي فيها كرامة شوية. ان بطرس كان شايف نفسه لا يمكن اغلط الغلطة دي، الا دي طب هي دي بقى، يعني الا ان انا انكرك. فالواحد بيبقى مستبعد عن نفسه ابدا الغلط، وبعدين يقع فيه، فوجع القلب بيبقى صعب قوي. الاصعب من ده كله ان المرارة مرتبطة باليأس، انه طب ما فيش حاجه تتصلح، طب ما لا هعرف اعتذر له، واللي حصل حصل وخربت خلاص، ومات المسيح، وكان احساس من كل ناحيه صعب قوي. عشان كده عاوز اطبق الكلام ده علينا، احذروا من الاحساس ده، لان الاحساس ده مع يهوذا خلص عليه. احساس الذنب العالي ده لم يوجد اي رجاء خلى يهوذا ينتحر. عشان كده هي مرحلة خطيرة جدا، ان الواحد لما مرارة الذنب تعلى عنده فكر الموت بيقرب منه، بيبقى من كتر ما هو كاره نفسه ومتغاظ من نفسه بيبقى
زي اللي بيقول يا ريتني ما عشت اليوم ده، او يا ريتني اموت واخلص. فدي بتبقى قريبه للقلب. عشان كده يقولوا دايما احساس الذنب العالي يدخل الواحد في مرحله وحشه قوي من الياس. ويجي معاها كمان صغر نفس، فكره ايه بقى؟ انا مش هنفع خلاص، انا اللي زيي ما ينفعش في حاجه ابدا، انا ما استاهلش حد يحبني خالص، انا فاشل طول عمري، انا فاهمين. يغني اغنيه بقى ايه الفشل العالي ده. طبعا مع احساس الذنب الانسان ما بيعرفش يفرح خالص. لما واحد يسيطر عليه انه مقصر مع اولاده او مع شريك حياته او مع والديه او مع حد قريب، ومش قادر يبرر لنفسه اي موقف، يعني مش عارف يعذر نفسه، بتقلب معاه بحزن شديد ورديء ومش لاقي اي تعزيه. ويمكن ده احد معاني تذكر الشر الملبس الموت، لانه المراره بتاعت الذنب بتخليك عمال تقتر في الشر، والموت عمال يكبس على نفسك كده، لان الشر مكلبش في عقلك وعمال كلمه يا ريتني مش راضيه تطلع من دماغك، وما عندكش مفر من ده كله. انا بقول ده كله ليه؟ انا هوصل لسه لبطرس يوم الخمسين، ما احنا دلوقتي دخلنا في العز كله. انما بعد ما المسيح قام، بطرس استعاد الى درجة ما شوية سلام. ليه؟ كلكم عارفين ان المسيح قابل بطرس يوم القيامة الصبح عشان يلحقوا من الياس، ما هو عنده يهوذا راح خلاص، فلحق بطرس وخده في حضنه وقال له انا مش زعلان. وتلاقيه بقى بطرس عيط له شويتين، بس العياط في حضن المسيح غير العياط بره خالص. يعني يوم خميس العهد بالليل ده، ولا يوم الجمعة الكبيرة الفجر، دموع بطرس كانت مرة جدا. يوم الحد الفجر كانت دموعه فرايح، لأنه خجلان وبيعترف، لكن خلاص المسيح قام، يعني إيه ملحوقة بقى خلاص. كان قبل كده مات، يبقى مفيش فايدة، مفيش حاجة تتصلح. دلوقتي وجها لوجه، وبعرف أقول له سامحني وقابلني على كده، الدنيا نورت. ومن هنا يأتي الاستغراب في موقف بحر طبرية. طب ليه بعد ما المسيح صالحك يا بطرس ورجعت تاني نفسيا معقول؟ وطبعا الإنكار مش هيروح من دماغه، ما عاملة ما تتنسيش. إنما فجأة كده لقيناه غالبا مشاعر الصغر بتاعت النفس واليأس رجعت تاني، فراح قال لزمايله إيه؟ بصوا بقى إيه، أنا راح أصطاد. وتلاحظوا في اللغة أنا ذاهب أذهب لأتصيد، زي مش بيقول لهم تيجي نطلع نصطاد زهقانين مثلا، لا هو واحد بيقول إيه، أنا راجع أصطاد سمك، حد هيجي كده يعني. فالحقيقة مش مفروض، لأن أنتوا كل يومين بتشوفوا المسيح، ودلوقتي بقيتوا صيادين ناس وعملتوا معجزات كتير ومنتظرين الروح القدس، فأنتوا في حتة تانية يعني، غير صيد السمك ده يعني. انما ساعات يبقى الواحد من كتر الصراع النفسي ياخد قرار كده عشوائي ما مش مظبوط، انا اروح اصطاد. مش بعيد يكون تلاميذ المسيح من محبتهم لبطرس واحساسهم ان هو متلصم اليومين دول عاوزين يفضلوا جنبه، قاموا طلعوا معاه، لكن انا ما اظنش ان هم كانوا نفسهم يصطادوا. في رايي هم زي اللي ايه مجروح، فعاوزين اصحابه يفضلوا حواليه عشان ايه، وما عارفين ان هو نفسيته تعبانه لسه. قالوا له روح معاك، وكلكم عارفين ان الليله دي ما جابتش سمك. يبقى توابع الاحساس بالذنب، لما الواحد الذنب يعلى عنده ساعات ياخد قرارات غلط. واحد يحس انه اجرم او اخطا خطا كبير، يقوم ياخد قرار اسوأ بالانسحاب خالص من العلاقه دي او من الخدمه. لا يا حبيبي، مش معنى انك غلطت غلطة كبيرة مهما كان انت اللي تعدم روحك، لا. طب ربنا قابلك، انت مش قابل نفسك ليه؟ فحسبه من القرارات المندفعة اللي مبنية على صغر نفس واحساس ذنب، ده قرار غلط ما كانش صح. لان الشعور ساعتها بيبقى لسان حاله انا غلط وهفضل غلط وما ينفعش في حاجة، احسن ابعد عنكم، انا اخري سمك. يا عم انت كنت جبت ناس كتير للمسيح وكنت عملت شغل كويس. اليأس بقى لما يحل، انا بتاع سمك وهرجع بتاع سمك، وانسوني بقى.
طبعا معاها جزء من الكآبة والملل. والمهم كملت انه ما كانش فيه سمك كمان. ربنا يسوع وصف كل المشاعر دي السلبية دي والصراع النفسي، وصفها بوصف قبلها بأسبوعين ثلاثة ما ظنش ان بطرس استوعبه غير بعدها، لما قال له سمعان سمعان الشيطان هيعمل ايه؟ هيغربلك غربلة، هيركز معاك ويقلبك كده. فهي الغربلة دي في رأيي إشارة إلى المشاعر المتصارعة اللي كانت جوه بطرس. أنا فاشل، أنا وحش، أنا منفعش، أنا موتي أحسن، يا ريتني ما مشيت وراه من الأول، تلاميذ كلهم كويسين، فيش غيري أنا اللي ما منفعش، أنا هرجع أسطى، كل اللخبطة النفسية دي. فقال له الشيطان هيقعد في دماغك يلعب. لكن عاوز أقول لك حاجة، أنا طلبت من أجلك، يبقى خلي بالكوا دي أول خيط للخروج من إحساس اليأس والذنب، إن ربنا بيبقى حاسس قوي باللي جوه الخناقة دي، يبقى حاسه لدرجة بيقول له ده أنا بصلي لك بصلي لك. طب ده ربنا له المجد، أنت تؤمر يا رب من غير ما تصلي. لكن هي إشارة لينا نصلي يا أحبائي دايما لأي حد مصاب بإحساس ذنب عالي أو مصاب بكآبة أو صغر نفس، لازم نصلي لكي لا يفنى إيمانك، لأنه إحساس الذنب العالي كافي أنه يفني الإيمان. شفتوا الخطورة؟ في ناس بتعتبر إحساس الذنب ده إحساس كويس، لا، لو وصل للمرارة دي يضيع الإيمان كله، وده اللي حصل مع إيه؟ مع يهوذا، مش كده؟ فنى إيمانه فراح موت روحه. فقال له لا أنا بصلي لك عشان أنت الخناقة هتبقى عالية جواك. وبعدين إداله وعد جميل قوي، قال له لما ترجع رجع اخواتك. يعني انا هرجع؟ قال له هترجع. فربنا يسوع من بداية القصة من قبل ما يدخل على اللخبطة دي كلها نبهه انه ايه، هترجع يا بطرس وهترجع زي الاول واحسن كمان. التحرر من الاحساس بالذنب، عشان الواحد يغلب الاحساس بالذنب انا هاخدها من حياة بطرس. أول رسالة مهمة، لازم يتأكد إن اللي غلط فيه مسامحه وبيحبه زي الأول. ودي ربنا يسوع عملها بكذا طريقة. عملها يوم القيامة الصبح قبله لوحده عشان محدش يشوف هيحصل بينهم إيه. ولأنه الواقع قوي ده ما تنفعوش مقابلة واحدة، جاله وإيه واداله هدية سمك كتير قوي من البحر. يعني بدل ما يكسفه ويقول له برضو ترجع تصطاد، قام سابه على اخر اليوم ايه، قال له ارمي على اليمين، رمى على اليمين جابت سمك ملوش اخر. فربنا يسوع حب يفرحه. زي مرة واحد بيقول لي في الاعتراف، انا كنت عامل بلاوي مكسوف اصلي، مش قادر اصلي من كتر اللي ايه اللخبطة اللي في حياتي. وبعدين روحت البيت فوجئت بثلاث أخبار حلوة جدا. أنا بصيت له كده وقعدت أبكي، قلت له أنت شايفني قديس؟ أنا أسوأ واحد في الدنيا، أنت بتهديني ليه دلوقتي؟ بتبعت لي هدايا ليه وأنا مكسوف أساسا أقول أبانا الذي؟ فربنا لما يكون الواحد واقع نفسيا تلاقيه يبعت له هدايا. فهو يحب، هو بتاع سمك، فبرضو إيه مزاجه في الحتة دي، فرحته لما يشوف سمك كتير. قام قال له نرجع للأيام الأولى، جيب لك سمك كتير، إذا كان ده يهدي أعصابك نجيب لك سمك البحر كله. ففي يوم طبرية ده جاب له سمك كتير قوي. بالنسبة لبطرس دي علامة رضا من المسيح، طمنته إن المسيح، يا حبيبي ما أنا قلت لك أنا مسامحك. هو زي اللي مش مصدق إن المسيح مسامح. وبعدين كملت بقى بعد ما كله، قال له بقى الكلمة المهمة، قال له يا سمعان ابن يونا بتحبني؟ قال له أبحب. قال له خلاص. هو كان عاوزه يطمن تاني، أنا ما عنديش غير دي، أنا حبيبي رغم كل اللي عملته عارف إنك بتحبني. مرة كنت قاعد مع إنسانة فقدت أبوها وكانت بتعزه أوي، فضلت سنة ضميرها معذبها إنها زعقت فيه قبل ما يروح السماء بأسبوع لأنه مش راضي ياخد الدواء والعلاج وكده. فهي بتحب أبوها وأبوها راح السماء بس هي مش راضية تسامح روحها. يا ستي ابوك بيحبك وانت بتحبيه، ما تنسي الموضوع ده، انت زعقت فيه عشان دواء، ده حب منك يعني، مش راضي ازاي ازعق في ابويا؟ شوفوا قد ايه بتوصل.
فهنا المسيح له المجد لما سأله أنت بتحبني، عاوز يقول له حتى لو غلط أنا مش هبص على الغلط، أنا هبص على الحب. أنا عارف أنك خفت، خلاص بسيطة، لكن أنا عمري ما هقول أن الإنكار ده لأنك مش بتحبني، مش هعملها كده. تاني الحتة دي مهم، ربنا كأنه بيقول له إيه يا بطرس، الإنكار اللي أنكرته لا يعني بالنسبة لي عدم محبة، يعني خوف، يعني ضعف، يعني حاجات تانية، لكن مش ممكن يترجم عدم حب، أنا عارف أنك بتحبني. طبعا دي بالنسبة لبطرس، هو نفسه شاكك في روحه، لكن المسيح بيقول له لا أنا مش شاكك فيك، أنا عارف أنك بتحبني بجد. يبقى التحرر من إحساس الذنب بيجي الأول من ربنا، أن ربنا بيأكد لك أنا مسامحك، أنا عارف أنك ضعيف، ويوم ما غلط غلط عن ضعف، ومش هقول أن غلطاتك دي لأنك مش بتحبني، هقول غلطاتك لأنك إنسان، لأنك خواف، لأن لسه عاوز إيمان أكتر من الأول، إنما مش هقول عليك أبدا أنك مش بتحبني. يبقى عشان الواحد يطلع من حفرة المرارة بتاعة الذنب، أولا لازم يصدق في الغفران، الإيمان بالغفران. مشكلة ناس كتير إن الواحد مش مصدق إن ربنا مسامحه، فيفضل مش طايق نفسه، بينما نفسنا نبقى زي الأطفال كده، ربنا قال مغفورة لك خطاياك تبقى خلاص اتشالت، خدت حل في الاعتراف اتشالت، اتناولت يبقى الخطايا كلها اتشالت، ما تقعدش بقى تقلب في اللي فات، غلطت كتير غلطت خلاص، بس خلاص كأنها ما حصلتش، مش معطلة العلاقة مع ربنا خلاص، بدل قلت أنا آسف خلصت. فالإيمان بالغفران ده مهم أوي، وده بيبقى زي الباب المغلق اللي بيخترقه المسيح. لما دخل على التلاميذ قال لهم سلام لكم، يعني كلكم غلطتوا، كلكم شكيتوا، كلكم زوغتوا وهربتوا، ومن كل أنكر، بس أنا بحبكم وأنتوا بتحبوني، خلاص. فكلمة سلام لكم دي كانت معناها إيه؟ أنا مسامحكم كلكم، أنا مش زعلان من حد، وكان بيكررها المسيح عشان يريحهم. تاني حاجة بترفع الواحد من إحساس الذنب الشديد، لما بيسمع خبرات ناس تانية وقعت وقامت، بتديله إحساس يعني ينفع فعلا حد يكون غلط غلط كبير ويرجع يبقى كويس، ينفع. فهنا أخوه وصاحبه توما، توما عمل عملة أخرى، بس خلي بالكوا عملة المسيح قبل الصليب وعملة توما بعد القيامة. فبطرس كان بيتفرج على سيناريو قريب لبتاعه بشكل آخر، إن توما مش راضي يصدق في القيامة، وأسبوع كامل بعد القيامة قافش ومش راضي يصدق، برضو دي غلطة مش قليل. فلقى المسيح بيعامله إزاي، لا رفضه ولا زعق فيه، وجاله مرة مخصوص وقال له هات صباعك، وانت بتحبني وانا بحبك، ومش هقول ان الشك بتاعك يا توما عدم محبة، هقول برضو ضعف. خلي بالكوا انا اتصور بطرس عمال يتفرج وبيطبق الكلام ده على نفسه، بما انك قبلت توما وما زعلتش منه قوي يبقى انا كمان مقبول بقى، يبقى دي كلنا بنغلط وكلنا بنرجع لك وكلنا بتسامحنا وبتمشي الحكاية. فاذا خبرات الاخرين مريحة. مرة انسان قال لي انا حاطط صورة موسى الاسود في الاوضة عندي، كل ما يجي لي يأس من حياتي أبص على الراجل ده وأقول اللي عمل منه قديس وهو كان شيطان أنا مش ممكن أيأس. فرسائل الرجاء اللي من بره دي بتساعد الواحد يغلب إحساس اليأس اللي جواه. ربنا يسوع له المجد يساعد الواحد يطلع من إحساس صغر النفس والذنب، إن يقول له ورانا شغل، هنقعد نعيط على امبارح، هنقعد نقول أنا وحش، خلينا في المفيد، في ناس بتضيع، خلينا نشتغل يا بطرس، ورانا عالم مستنينا. فتلاحظوا أن ربنا يسوع إيجابي جدا في الحتة دي، وبطرس طلع من الوجع بتاع الغلط اللي عمله بالانتباه للخدمة. احنا بنلاقيه من أعمال واحد بينجز، انتوا عارفين أعمال واحد اللي فجر موضوع متياس كان بطرس، وهم بيصلوا مزامير لقوا مزمور بيقول ليأخذ وظيفته آخر، فقال للتلاميذ، يبقى الروح القدس بيقول لنا لازم
نشوف حد مكان يهوذا اللي راح. فاذا بطرس خرج بره مشكلته وهمه وجع قلبه والمراره تحصر، وانتبه احنا ورانا حاجه مهمه عاوزين ربنا يشتغل بينا. فلقيناه من اعمال واحد هو اللي بيحرك التلاميذ يختاروا متياس، اعمال اتنين هو اللي بيقف يوعظ، اعمال تلاته طلع شفى الاعرج وعمل معجزه واتسجن، اعمال خمسه حنانيا وسفيره، كله بطرس بطرس بطرس. ايه ده بقى؟ ده علاج. ده كل ده بيطلع من المراره اللي كان فيها بالانجازات والخدمه والحيويه والحركه. فاللي عاوز يغلب وجع الماضي لازم يركز في انجاز المستقبل دايما كده. اللي عاوز يغلب اوجاع الماضي لازم يبص قدامه ويحط دماغه في الخدمه ويفكر في حاجه مهمه يعملها. كمان من الحاجات اللي تساعد الواحد يغلب مشاعر الحزن الرديء والاحساس بالذنب الكلمه بتاعت اتبعني. المسيح اخر كلمه قالها لبطرس في انجيل يوحنا قال له اتبعني انت. يعني ايه؟ اللي انا اقوله ركز فيه، ما تقعدش تفكر في نفسك ولا اخطائك ولا اللي حصل. انت ملكي، بدل بتحبني وبحبك اتبعني. اقول لك نصلي يبقى نصلي، تستنى اليوم الخمسين نستنى، تتملي بالروح اتملي، اوعظ توعظ، اتسجن تتسجن، اتبعني انت. ومن ساعتها لقينا بطرس ما بيبصش ورا خالص، ما جابش سيرة الانكار، ما لقيناهوش اتغلب تاني من حزنه وقلقه زي الاول. اذا الخدمة ليها دور كبير في علاج الاحساس بالذنب. ارعى خرافي اللي بيعدها كم مرة دي بتعالج. واظنكم كلكم لما خدمتوا ضميركم شوية هدي، اللي حاسس بذنوب كتيرة. مش بقول ان الخدمة بتشيل الذنب، الذنب ده بيشيله المسيح في دمه، لكن لما بتعملوا عمل ايجابي وبتساعدوا ناس تانية وبتتعبوا من اجل الله، ده بيريح ضمائركم ان ربنا بيحبكم وان انتوا قابلينه. اخيرا تبقى ذكريات الحب. يعني ايه؟ لو فقدت انسان وحسيت بالتقصير تجاهه، تأكد اللي في السماء لا يتذكرون الا الحب. بتوع السماء مش ما في، تخيل واحد مثلا في الفردوس دلوقتي قاعد متغاظ من واحد صاحبه عمل فيه زومبا في الدنيا، معقول؟ ده في السماء. فاللي قاعد في السماء هيفتكر الخير اللي عملوه الناس، هيفتكر الحب، ما هي دماغه نظيفة خلاص ورايقة. فتأكدوا انه اللي سبقونا دول ما عندهمش النظرات السلبية دي. فهنا اللي حصل انه القديس بطرس في آخر حياته، يعني بعد القصة دي بثلاثين سنة قبل ما يسافر السماء، في بطرس الثانية دي قبل ما يموت بشهور وكان عارف انه هيستشهد، قال لهم انا بفتكر دايما يوم الجبل والتجلي. الله، انت بطلت تفتكر الانكار. ايوه طبعا، اللي بيجي في باله ايه؟ يقول لهم احنا كنا معاه في الجبل وسمعنا الصوت جاي من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب. يبقى ايه الذكريات اللي فضلت في دماغ بطرس؟ مش الغلطة ولا المرارة ولا الدموع ولا صياح الديك، لا خلاص خلاص كل الحاجات دي راحت لحلها. اللي فضل ليلة التجلي، اللي فضل غسيل الأرجل، اللي فضل الأحضان المريحة والمحبة. فاللي فضل دايما ذكريات جميلة، هي دي اللي هتكمل معانا في الأبدية. أنا بقول ده كله عشان إيه؟ لو فيكوا حد بيعاني من إحساس ذنب مزعج ما يستسلمش، لازم يشجع روحه، لازم يركز في خدمته، لازم يسامح نفسه بدل تاب ربنا مسامحه. بلاش نبص ورا، خلينا نبص قدام لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.